قولي لي آلاء، شايفة مباراة نص نهائي كاس مع الطيران ازاي، وبدأتوا تستعدوا لها ازاي؟ الطيران برضو من الفرق اللي هي خلينا بارك لميار سامي على خطوبتها بالتأكيد، وهي صفقة لسه منتقلة بالتأكيد، كانت معانا هنا صوتها يجنن خلتها غنت. صفقة جديدة طبعا منتقلة من الطيران لنادي الزمالك، ببارك لها على الخطوبة ومبروك يا ميار. تمام. هو احنا اصلا يعني متهيألي احنا من ساعة ما دخلنا فيرست تيم واحنا دايما بنصعد نص نهائي بنقابل دايما الطيران. دايما بنقابل الطيران في النص نهائي. يا ساتر. فهو احنا اصلا واخدين خبرة من الماتشات دي، يعني ماتش الطيران بالذات احنا واخدين خبرة كبيرة قوي منه. وبنعرف نتعامل معاهم. هم اي نعم في الكاس بيلعبوا بكل قوتهم، مباريات الكاس ملهاش كبير مليئة بالمفاجآت، بيلعبوا بكل قوتهم بكل قوة عندهم. صحيح. فاحنا يعني احنا لسه لحد دلوقتي احنا كده اصلا يعني اتكلمنا على فرقه الطيران واتفرجنا عليها وكل حاجه، لان احنا لسه مقابلينهم في الدوري. بس لسه مباراه نص النهائي لسه ما عرفناش اصلا امتى، فلما نعرف امتى بنبتدي نشتغل عليها. صحيح. بنتمنى لكم طبعا التوفيق، لان انا دايما بقول انها هي مباراه الكاس دي عارفه الغلطه فوره ومليانه مفاجآت، فبتبقى بجد الموضوع صعب يعني.